C'est un plaisir de voir l'excellence algérienne ici au Qatar. إنه شرف لي أن أشاهد هذا الامتياز الجزائري هنا بقطر، علما أني أعيش وأسكن هنا، وكم هو جميل أن أرى كل هذه المنتوجات المعروضة والمصنوعة في الجزائر، وأتمنى أن تكون مثل هذه المناسبات في المستقبل، وكم هو مفرح أن أرى كل هذه المنتوجات التي لاقت صدى في الجزائر وعبر العالم. سنجول بين مختلف الأجنحة وندعو الناس للإطلاع على كل ما تنتجه بلادنا.